نحن يا شباب، أنا أحتاجكم اليوم المحاضرة رقم 11 من مقرر إدارة المشاريع في برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA بعنوان البنية التنظيمية للمشاريع. أنا الدكتور رياض بوكار مؤلف المقرر. هلا نحن بالمحاضرات السابقة الحقيقة مشينا على دورة حياة المشروع، تتذكروا على مرحلة التعريف المحاضرتين، على مرحلة التخطيط ثلاث محاضرات، وعلى مرحلة التنفيذ والمراقبة المحاضرة السابقة. اليوم رح نحكي على يعني خارج دورة حياة المشروع على موضوع عرضاني. الحقيقة باقي المحاضرات كلها رح تكون هيك بهذا المقرر. رح نحكي عن موضوع مستقل هو البنية التنظيمية للمشاريع Project Organizational Structure بالمحاضرة رقم 11. هلا ليش نحن بدنا نحكي عن بنى تنظيمية للمشاريع؟ لأنه أول شيء المشاريع تنفذ ضمن منظمات، ضمن شركات، ضمن مؤسسات. إحنا ما عم نحكي بالمشاريع بالمطلق هيك بشكل مستقل، لا، هي ضمن عالم الأعمال، ضمن البزنس، وهي المشاريع بتهمنا. لهيك نشوف إحنا تنظيميا المشاريع هي كيف نتناولها، كيف نقاربها. إذا لهيك رح تكون الأهداف التعليمية لإلنا، رح نتعرف على مفهوم البنية التنظيمية ونشوف أماكن تموضوع المشاريع فيها. رح نتعرف على عدة أنواع من أنواع البنى التنظيمية للمشاريع، عندنا ثلاث أنواع رئيسية. رح نشوف كل نوع شو هو خصائصه، شو هي ميزاته، شو هي مساوئه. رح بعدين نشوف إذا نحن بحالة معينة، بحالة شركة معينة، طيب شو البنية التنظيمية الأنسب لهالمشروع أو لهالمنظمة. إذا هاي رح تكون أهداف تعليمية تبعها. مخطط المحاضرة رح يكون بعد مقدمة، رح نحكي على أنواع الهيكلة التنظيمية للمشاريع. بعدين رح ناخذ هالأنواع واحدة واحدة، رح نشوف الهيكل التنظيمي الوظيفي، رح نشوف الهيكل التنظيمي المشاريعي، رح نشوف الهيكل التنظيمي المصفوفي، وآخر شيء كيف بدنا نختار الهيكل التنظيمي الصحيح. طيب هلا بداية بس هيك، احنا ليش بدنا بنية تنظيمية أو هيكل تنظيمي بشكل عام المؤسسات ما فيها تشتغل؟ تذكروا كمان مقرر مبادئ الإدارة، عفوا نرجع له. نحن حكينا انه عندنا وظائف اساسيه الاداره، التخطيط، التنظيم، بعدين التوجيه والرقابه. اذا كان عندي وظيفه اساسيه هي وظيفه التنظيم. التنظيم هو كيف بدنا ننظم مجموعه الموارد ضمن المنظمه لحتى نقدر نحقق الاهداف او ننفذ الخطط الصحيحه. فالمنظمه لحتى تقدر تشتغل بدها يكون عندها هيكل تنظيمي. هو اهم اداه بعمليه التنظيم هو الهيكل التنظيمي. كيف منظمه الامور؟ كيف نظم البنى؟ كيف نظم الأشخاص؟ كيف نظم الأنشطة مع بعضها من خلال مفاهيم نسميها الهيكل التنظيمي بشكل عام، لأنه شكله هيكل، شكله عبارة عن هرم تنظيمي، سوف نسميه هرم تنظيمي أو الهيكل التنظيمي اللي بيربط مختلف البنى أو الوحدات التنظيمية الإدارية في المنظمة مع بعض بعلاقات. هذه العلاقات هي علاقات مسؤولية. إذا علاقات مسؤولية يعني جهة مسؤولة عن عدة جهات. هلا اذا بدنا نذكر مثلا هيكل التنظيم الاساسي، مثلا عندنا مدير عام يتبع له عدد من الادارات، بعدين ضمن كل اداره ممكن يكون في عندنا عده مديريات، بعدين ضمن كل مديريه رح يكون عندنا عده دوائر، بعدين كل دائره عده شعب وهكذا. طبعا هلا التسميات ممكن تختلف من منظمه لمنظمه، بس احنا يعني الفكره هي انا بدي اربطهم بعلاقات مسؤوليه، جهه مسؤوله عن جهه. هذه العلاقات وهذه الاسهم بين مختلف البنى التنظيميه بتشكل لي يعني خلينا نقول شبكه الاتصال الرئيسي الرسمي في المنظمه. اذا هي رح تعطينا خطوط الاتصال. وتكون هيكل تنظيمي او بنيه تنظيميه رح تسمح للمنظمه للعمل مع بعضها بكافه فعالياتها، بكافه بناها، بكافه الاشخاصيه للعمل سويه من خلال شغله اسمها 3 C's Communication, Cooperation, Coordination من خلال التواصل والتعاون والتنسيق. إذا حتى نقدر نشغل نحن مجموعة من الأشخاص سوا لتحقيق هدف واحد بدنا نحن الهيكلة التنظيمية. لأنه نحن المنظمة هي مجموعة أشخاص، هي ليس شخص واحد يقدر يشتغل لحاله بس هو ما له منظمة. بس باعتبار اللحظة عندنا منظمة أكثر من شخصين وأكثر، نحن بحاجة تواصل وتعاون وتنسيق ولمختلف المواضيع، تبادل المعلومات، تبادل الادوات، تبادل اساليب وعمل لحتى نقدر نشتغل مع بعض، في تبادل الحلول للمشاكل.
بعد المشاكل لحتى تحديد مشاكل مع بعض وحل سوية. اوقات ممكن يكون عندي مشكله مع منظمه كلها، ما في ولا وحده تقدر تعالجها لحالها اذا ما في التنسيق والتعاون والتواصل. نحن ما فينا نحل هذه المشاكل. يعني اخر شيء هي ضروره عمل. ونحكي بالمشاريع، ليش احنا بنهتم بالبنى التنظيميه؟ لانه المشروع هو جزء من المنظمه بشكل او باخر، هو جزء، هو شغل جزء. حتى لو كان هو بنيه مؤقته ولكن تنظيميا هو بده يكون بمكان معين، له علاقه مع مختلف البنى، مختلف الوحدات، مختلف الاشخاص. ولكن في عده اليات او عده مقاربات لحتى تقارب وضعه التنظيمي مكانه ضمن الهيكل التنظيمي، وهي رح تشوفها خلال محاضره اليوم. هلا المشكله وقت مثلا عندي اداره او مديريه او بدي انشئ دائره او بدي انشئ مديريه، الشغله اوكي عم انشئ شغله رح تضل ثابته فتره طويله من الزمن وعلى الاغلب ما تتغير. هي التعديلات على البنى التنظيميه بتكون كثير بطيئه، لانه نحن بدنا ندرسها بشكل جيد، لا ممكن يوم نغير البنى التنظيميه، انه في انعكاس كبير على طريقه على على العمل وعلى المنظمه. هلا مشكله بالمشاريع انه هي بنيه مؤقته مثل ما بنعرف، فهي من اهم تحديات تنظيم المشاريع ضمن الرؤيه التنظيميه للمناظره انه هي مؤقته عكس الانشطه الثانيه. اثنين، انه تتطلب تخصصات متنوعه عكس كمان او نحط دائره محاسبه او دائره موازنه او كذا، نحن بنحط نحن اشخاص من مجلس الاقتصاد ضمن الدائره، اغلبهم اختصاصات من مجلس الاقتصاد عمليه اختصاص عام لمده دقيق. بينما بالمشاريع احنا المشاريع اللي قلنا بنشكل فريق عمل من تخصصات متنوعه، وهي الشغله كمان تحدي لتنظيم. طيب شو هو الهيكل الانسب؟ لحتى كمان هتحدي كثير من المعلم، كان عندي عده اشكال انا لتنظيم المشاريع. طيب شو هو الهيكل الانسب او البنيه الانسب لمشروع معين او لمنظمه معينه؟ بدي الاقي التنظيم اللي بيعطيني افضل توازن بين من ناحيه احتياجات المشروع، بس من ناحيه ثانيه احتياجات المؤسسه، بدي الاقي توازن بيناتهم، ما بدي انا انه احقق احتياجات واهداف وطلبات المشروع بتكون انا عم يعني سيء او عم يعني خل باحتياجات المنظمه او اهدافها الى اخره، فهذا كمان تحدي الثالث. هلا هي لمحه سريعه عن هالثلاث انواع من، يعني عندي ثلاث انواع انا من الهيكل التنظيميه: الهيكل الوظيفي الفانكشنال بنسميه الفانكشنال اورجنايزيشن، اذا هذا الهيكل التنظيمي هو اللي فوق. الهيكل المشاريعي بيور بروجكت او بروجكتايز اورجنايزيشن، وعندي الهيكل المصروفي الماتريكس اورجنايزيشن. كل واحد له خصائص معينة يناسب حالات معينة، له نقاط قوة وله نقاط ضعف، أو له مزايا وله مساوئ. هدول رح نشوفهم نحن في يعني في الفقرات التالية. رح نبلش بالهيكل الوظيفي التنظيمي الوظيفي، الهيكل التنظيمي الوظيفي بنسميه فانكشنال اورجنايزيشن. هي هلا هذا هو الشكل الأعم بالنسبة للمؤسسات والشركات اللي بشكل عام ما عندها مشاريع، واغلب الاحيان الشركات بتنشا بهيك شكل، اذا هو عباره عن هيكل بيقسم لي وظائف رئيسيه للمنظمه مثل التسويق، الماليه، المحاسبه، الموارد البشريه، الانتاج. هي وظائف كبيره بنسويها عشان في الادارات، بنحط ضمن مديريات وضمن مديريات دوائر الشعب الى اخره. هلا لكل موظف، كل الموظفين المنظمه رح يكونوا موجودين ضمن هال وظائف هذول، ضمن دائره او ضمن مديريه او ضمن اداره الى اخره. اي موظف رح يكون عنده رئيس واحد وواحد فقط، اذا هي وحدانيه القياده والتوجيه كمان مقرر بهذه الاداره. هلا نحن هون مثلا مثال وزاره او مديريه عامه ما عندها مشاريع، نادر ما يكون عندها مشاريع، عندها عمل وظيفي تشغيلي دائم. طيب اذا اجاها مشروع وين بدها تحطه؟ هذا السؤال. هل بنشئ له وظيفه كامله مثل اداره مثلا او مديريه؟ اغلب الاحيان لا، لانه اغلب الاحيان المشروع بيكون مشروع محدود ضمن نطاق وظيفه معينه، قسم واحد. فنحن رح نروح ننقي القسم الاقرب، يعني اللي بيكون هالمشروع اقرب لاختصاص هالقسم هذا ونحط المشروع ضمنه. اغلب الاحيان بيطرح مشروع ضمن مثلا قسم التسويق او قسم الانتاج او قسم الماليه. في هالحاله
الاشخاص واللي يشتغلوا بين المشروع من الاشخاص واللي هي حط يعني من المديريه اللي حطينا المشروع فيها، اذا نحن عم نطرح مشروع ضمن المديريه، وبالتالي رح يكون في مسؤول مدير مشروع هو احد العاملين في هذه المديريه. رح يكون مدير هذه المديريه هو سلطته اعلى من سلطه مدير مشروع. وراح يتعين ناس شكل فريق عمل للفريق للمشروع هو من ضمن العاملين في هذا القسم او هذه المديريه. اذا هون اغلب مثل ما قلنا يعني بنستخدم هالنمط من هالتوظيف بشركات اللي بتنتج بتبيع منتجات سياسيه اللي ما عندها كثير مشاريع اللي بتقدم خدمات عامه الوظيفيه بشكل عام. اذا هذا التنظيم الاول والاشهر. هلا من خصائصه انه يعني نحن رح نشكل فرق للعمل لفريق العمل المشروع داخليا من ضمن القسم الواحد. هلا اذا المشروع هو مسؤول القسم، هالقسم رح نلاقي القسم اقرب لاختصاص المشروع، مع انه ما ضروري نلاقي القسم يعني في رح يكون مناسب 100% للمشروع. ولكن رح نلاقي انه القسم اللي يحقق اكبر جزء من المشروع. نستخدم هالقسم وقت بتهيمن مصلحة مجال وظيفي واحد على المشروع، مثلا سوينا احنا مشروع في مجال المالية، إذا نحطه بالمالية، أو مشروع في مجال الموارد البشرية، رح نحطه بإدارة الموارد البشرية. ما رح نحطه بإدارة المالية لمشروع خاص بالعاملين وبالترفيع الوظيفي مثلا إلى آخره. هلا هي شكل مثال عنه انه نحن عندنا هون الـ يعني الـ الإدارة العامة بقلبها في عندنا مثلا نحن عندنا هون مدير عام بقلبه عندنا بيصبع له مباشره ادارات، اداره التسويق، اداره الهندسه، اداره التصنيع، اداره المشتريات، اداره الموارد البشريه، اداره التمويل. هلا لقينا مشروع معين ممكن انه نحطه نحن ب يعني ب اداره التسويق، ممكن نحطه بدائره بمديريه التسويق والمبيعات لخدمه الزباين. اذا هون انا اذا بدي نسق المشروع ممكن نسق مشروع مستوى الادارات اذا انا مشروعي بيحتاج شيء من باقي المنظمه. بس اغلب الاحيان احنا هو محدود ضمن قسم واحد. اذا لهيك مدير المشروع بيشتغل ضمن قسم وهو احد العاملين في القسم، اذا مديره مدير القسم هو او رئيس قسم هو مدير ولا مدير مشروع. اغلب الاحيان بنحط مدير مشروع هو عنده خبره في المجال المسؤوليه تبع المشروع. إذا مدراء الأقسام بديروا الأشخاص اللي بيعملوا المشاريع وبديروا كل القسم والأشخاص الآخرين وكل أعمال القسم. لهيك رح تكون الأولوية هي لأعمال القسم وليس للمشروع، الأولوية لتحقيق أهداف هذا القسم أو هذه المديرية. بيشبه على كثير الأشخاص بالعمل بالمشاريع اللي بتحتاج لمهاراتهم وخدماتهم. هلا ممكن الشخص بهالقسم هذا يحطه يشتغل المشروع وبالإضافة لأعماله الوظيفية من ضمن القسم نفسه. ممكن احنا يعني نسهل مهمته بمهمه صغيره بمشروع يكمل عمله الوظيفي ويضاف الى، اذا اغلب احيان هون العاملين في المشروع رح يكونوا هنين ضمن القسم الواحد. طبعا عندنا ميزات ومساوئ الى هالنمط من التنظيم. اهم ميزات انه الناس يعني وقت عم شكل فريق العمل الناس من القسم كلياتهم، وبالتالي الناس متآكين مع بعض بيعرفوا بعض. ما هم غريبين عن بعض، وبالتالي موضوع السينرجي وموضوع التفاعل ضمن الفريق العمل يكون قوي لانه الناس بتعرف بعضها. توافر الموظفين، انا في عندي اكسس على كل العاملين في هذا القسم اللي اطرح مشروع ضمنه. السلطه واضحه، السلطه هي لسلطه مدير القسم او مدير المديريه وليست لمدير المشروع، سلطه مدير القسم اعلى. المرونه، اذا في عندي نوعا ما مرونه ضمن هذا القسم. سهوله الانتقال بعد المشروع، طيب شخص واحد شخص معين ضمن القسم كلفناه بالمشروع بعمل بالمشروع وانتهى المشروع، كثير بسيط انه هو رح يضل بالقسم وراح يرجع لشغلته الاساسيه اللي كان عم يشتغلها اللي ممكن ما يكون وقفها بالاساس. عندي نظام اداري راسخ، هو النظام الاداري قائم حاليا وبيتم بيحكم المنظمه بما فيها مختلف اقسامها. كفاءة الجدول الزمنية له وجدول الأعمال من ضمن جدول أعمال القسم، أنا مدير القسم أو المديرية عم يجدول كافة الأعمال بما فيها المشروع المطلوب ضمنه. ما عندي أي تغيير هيكلي وبالتالي ما عندي ممانعة، وخبرة متعمقة من خلال أعمال القسم لأنه نحن المشروع هو بشغلة ضمن تخصص هذا القسم أكثر بكثير من أي قسم آخر. إذا كل هي ميزات، الحقيقة ميزات جيدة. ولكن عندي بعض المساوئ أو نقاط الضعف.
انه موارد محدوده، انا ما عندي موارد غير موجوده بالقسم، انا اغلب الاحيان ما في نجيب اشخاص موجودين بمديريات او اقسام ثانيه حتى لو كان اختصاصهم مناسب في مشروعي وانا ما عندي منهم. ما عندي تركيز فوكس على المشروع بشكل كامل، تركيزه هو على اعمال القسم والمشروع هو من ضمن اعمال القسم، اذا ما في تركيز كامل للمشروع، تركيز على احتياجات القسم، تكامل ضعيف بين اللي عم ينفذ المشروع مع عم يتم تنفيذه مع مشاريع اخرى، ممكن في تكرار انا عم بنفذ شغله وممكن الشغله هاي ممكن في جهه ثانيه عم بتساويها وما في اي تنسيق وما في تكامل. ما عندي تملك للمشروع، نقص الملكيه الاونر شيب، يعني اخر شيء بسبب انه ما عندي تنفيذ المشروع، اجراءات بيروقراطيه بتحكم المشروع لانه هي نفس الاجراءات اللي بتحكم المديريه ككل او القسم. عدم وضوح الادوار سواء ادوار مدير المشروع او العميل المشروع دوره الرئيسي بهالمشروع كعضو بالفريق العمل او دوره كعامل في هذا القسم او مدير في هذا القسم اذا ما نواقض. صعوبة محاسبة تكاليف المشروع لانه بيندرج ضمن محاسبة تكاليف القسم الكامل وخصوصا وقت انا بستخدم موارد بستخدم بنى تحتية في عندي تكاليف غير مباشرة كثيرة ونوعا ما بطيء العمل بالمشاريع بهالاسلوب هذا بطيء لانه ما في تركيز على المشروع. اذا هاي هي خلي اقول مساوئ الهيكل التنظيمي الوظيفي. ننتقل هلا للهيكل التنظيمي المشاريع بيور بروجكت اورجنايزيشن. هلا هون الحقيقه هذا النمط هو المناسب للمنظمات والشركات اللي عندها مشاريع كثير او كل اعمالها مشاريعيه، يعني تنتج مشاريع انتاجه هو مشاريع من نمط شركات المقاولات الانشائيه، شركات الهندسيه، شركات البرمجيات، نظم معلومات، اذا كلها من هالنمط هذا اعمالها مشاريعيه. لهيك هون نحن بننشئ يعني كل مشروع له يعني بنيه مستقله كليا خاصه فيه. المشاريع بتكون موجودة ضمن وحدات تنظيمية مستقلة. رح يكون لكل مشروع مدير متفرغ، إذا يخصص فقط لهذا المشروع، يملك صلاحية كاملة على المشروع، وعنده سلطة إدارية كاملة على فريق العمل. رح نشكل فريق عمل كليا للمشروع وبإدارة مدير المشروع وعنده صلاحية كاملة، ما في عندنا ازدواجية بالسلطة. هلا هون بهالنمط بهالتنظيم كمان انا في يعني طبعا شكلنا احنا فرق عمل ومشاريع وكل مشروع له فريق عمل وله مدير مشروع مستقل. ممكن تكون عندي وحده مركزيه صغيره تعمل باحتياجات منظمه كلها من اداره مشاريع بنسميها بي ام او بروجكت مانجمنت اوفيس مكتب اداره مشاريع اللي هو اللي يامن الادوات والطرق والمنهجيات والنماذج والبرمجيات اللازمه لحتى لمدراء المشاريع، اذا هو عم يدعم مدراء المشاريع بادوات اداره المشاريع. كل مشروع عم يشتغل بشكل مستقل كليا مع موارده الخاصه فيه. هلا اغلب الفترة انه بناسب للشركات اللي ما بتنتج شغله قياسيه انتاج كمي. تشتغل بشكل عام بمجال المشاريع وتنفذ مجموعه كبيره من المشاريع بنفس الوقت. اعمالها الوظيفيه قليله هي مشاريع. هلا نحن وقت بيجينا مشروع جديد رح نشكل له فريق رح نكلف مدير في مشروع فيه رح نشكل له فريق عمل ومخصص له. هلا من ده المشروع اعضاء الناس اللي كانت تشتغل بهالفريق العمل رح يصيروا افيلبل لحتى يتخصصوا بمشاريع اخرى او من تبعهم المنظمه. اذا هون نحن الناس ما عندها اعمال وظيفيه اخرى. لهيك الطريقه ما نفع على كثير من حيث التكلفه سواء على مستوى المشاريع الفرديه او مستوى المنظمه ككل. رح نشوف في ازدواجيه الحقيقه في اوقات تكرار اعمال كثير بين مشروع ومشروع من دون ما يكون فيها التنسيق المباشر معهم. احنا ما بنستفيد من انشطه ومخرجات مشاريع متزامنه مع بعض، ممكن عده مشاريع عم يشتغلوا سوا ونحن ما بنعرف شو عم يشتغلوا وممكن عم نكون عم نكرر كثير اعمال. هلا هي الشكل لاحظوا انه عندي انا منظمه شركه عندي مدير عام يدفع له مشروع الفا مشروع بيتا مشروع كما هذا مشروع مشاريع عنده بنيه يعني اداريه صغيره يعني ممكن يكون عنده بنيه تسويق موارد بشريه ماليه قانونيه دوائر صغيره ما فيها مشاريع هي خدميه لكافه يعني اجزاء المنظمه ولكن عندي انا
هون الجزء الاساسي هو المشاريع، مشروع الفا بقلبه ممكن خط انا ظني مثلا في عندي بقلب المشروع في عندي قسم الهندسه، قسم التصنيع، قسم المشتريات، ممكن يكون عندي قسم مالي، قسم محاسبه، اذا هو كله ضمن تنظيم المشروع الواحد وحتى نمط المشروع. طيب خلينا نشوف هلا شو هي ميزات هالتنظيم ونقاط قوته، وبعدين نشوف شو هي مساوئه. اول شيء ميزاته، هلا هون انه عندي انا نظام رسمي لاداره مشاريع وتطبيقه على مستوى المنظمه ككل. اذا كل المنظمه بتشتغل بهالاسلوب هذا، عندي معايير مشتركه للتخطيط ومراقبه لجميع المشاريع من خلال هالبي ام او اللي بيفرضها. بشكل عام مدراء المشاريع هم مؤهلين جدا، و يعني المنظمه بتسعى دائما بتشغلهم مشاريع وبتنتهي المشاريع بتكون كلفته مشاريع اخرى وهكذا. اذا بالاعتماد على المدراء المؤهلين بشكل جيد. هلا من الممكن تخفيض التكاليف عن طريق استخدام ادوات مشتركه، اذا نحن اشتغلنا ادوات مشتركه مثل برمجيات اداره المشاريع لجميع المشاريع لحتى نتيح نحن قاعده بيانات لشو الاعمال اللي عم تقوم بتنفيذها، ولكن بتملك الامر في عندي ازدواج. هلا من الممكن تحليل بيانات مركزيه لجميع المشاريع وتطبيق على المشاريع المستقبليه لتحسين دقه التقديرات والمباردات، وممكن انه ندير احنا بدل ما ندير المشروع ندير حقيبه او محفظه بورتفوليو، يعني حاله وقت ندير البورتفوليو انا عم اشوف يعني يكون عندي مدير يشوف عده مشاريع مع مدرائهم وعمليه التنسيق وعمليه التعاون هو اللي يفرضها لانه صار عنده نظره اجماليه. اذا كلها هي ميزه، بس اهم ميزه هي التركيز الكامل على المشروع وفي دعم كامل للمشروع وسريع على انجاز المشاريع. هلا اذا من ميزاتها سلطه واضحه للمشروع، اتصالات مشروع بسيطه كلها فريق عمل ونحن نوعا ما مستقلين عن باقي المنظمه والمشاريع الاخرى، الوصول لخبرات خاصه من خلال انه انا فيني اجيب الاختصاص اللي بدي اياه حتى في موظف من الخارج، تركيز على المشروع والاولويه للمشروع، هذا الطريقه سريعه ومتماسكه ومتناغمه. طبعا كلها هي ايجابيات، بس خلينا نشوف السلبيات. اكيد في سلبيات. هلا ممكن انه تصبح معايير الوثائق مفرطه وبدون دقه كبيره، اذا ممكن صار يطلب وثائق من بي ام او ممكن انه تصير ما لها دقيقه وما في يعني ما في التزام فيها. يمكن انه تستخدم مركزيه ذات مشاريع وممارسات لخدمه مصالح ذاتيه. ارتفاع التكلفه الاجماليه بسبب ازدواجيه الاعمال مثل ما حكينا. ممكن يعني نحن بحاجه مدير مشروع باختصاص معين، اما نلاقي كل المختصين بالمجال هذا يعني مخصصين او عم يديروا مشاريع مثل ما انتهت، وبالتالي رح يصير في تاخير. ازدواجيه بالجهود، التنافس داخل الشركه على الموارد، لانه احنا عم ناخذ موارد مخصصه للمشروع ما بنحطها باكثر مشروع بطريقه مكلفه. ممكن الخبره التكنولوجيه تكون محدوده وعمليه نقل المعرفه بين مشروع ومشروع. الولاءات الناس بالمشاريع ما انا واضحه، في ناس اذا المشروع ما مناسب بالنسبه لهم راح يسعوا انه ما يكون عنده ولاء للمشروع، انهاء المشروع باسرع وقت ممكن حتى يروح يتكرر مشاريع اخرى، وممكن العكس. اعاده دمج الاشخاص غير مؤكده للموارد، ممكن انه انا يخلص مشروع الناس عم تشتغل بهالمشروع هذا ما عندي مشروع جديد بناس اختصاص ممكن تفرحهم. ممكن احنا مو بس الاشخاص، الموارد بشكل عام، حتى تجهيزات، تأشر تجهيزات مشروع بعد ما انتهى المشروع هالتجهيزات هاي ما عندي شغل فيها، وبالتالي ممكن يكون انا اخر شيء ما في جدوى كان من شراء. ممكن يصير في صراع داخلي وخصوصا على الموارد النادره، مدير المشروع القوي هو مدير المشروع رح يحاول يسحب اكبر قدر ممكن من الناس المؤهلين افضل تاهيل لعنده. انتقال صعب بعد المشروع، بعد المشروع مثل ما قلنا يعني كيف بدنا سواء مدير مشروع كيف بدنا نكلفه مشاريع اخرى او فريق العمل اذا ما في مشاريع جاهزه. اذا هي مساوئ الهيكل التنظيمي الوظيفي، الوظيفي الهيكل المشاريع، الهيكل الوظيفي المشاريع او تنظيم المشاريع. طيب ننتقل هلا لحتى نحكي على الشكل الثالث اللي هو الهيكل التنظيمي الموصوفي ماتريكس اورجنايزيشن. هلا الحقيقه شفنا نحن اما شركه ما عندها مشاريع على الاطلاق او قليله كثير بنروح باتجاه الهيكل الوظيفي،
او شركه كل اعمالها مشاريعيه بنروح اتجاه هيكل هيكل المشاريع. طيب بلكي عندي بيناتهم شركه جزء من اعمالها وظيفي انتاج مثلا، شركه انتاجيه ضخمه وفي عندها مشاريع وتطوير ومنظومه جديده وكذا، يعني عندها عدد لا باس فيه من المشاريع وعندها اعمال وظيفيه. اذا هون رح نخترع او رح ندخل تنظيم جديد، هذا نسميه التنظيم المصفوفي، هو تنظيم هجين بين الهيكل الوظيفي والهيكل المشاريعي، بياخذ ميزات الاول الاثنين ومتأول الاثنين. الحقيقه هو بيناتهم. هلا هون الناس بده يجي في فريق عمل، رح يشكل فريق عمل من الاشخاص العاملين في مختلف الاقسام، ولكن ما بناخذهم بشكل كامل للمشروع، بناخذهم جزئيا، جزء من وقت المشروع الجزء الثاني بيتم لاعماله الوظيفيه. لهيك رح يصير في عندي سلسلتين للقياده، سلسله وظيفيه وسلسله مشاريعيه. الشخص نفسه حطيناه فريق عمل مشروع، اذا صار عنده مدير مشروع مديره، وهو عم يكمل شغله ضمن القسم تبعه، اذا عنده رئيس القسم هو مديره، اذا عندنا هالسلسلتين القياده. اذا المدير اذا الشخص العامل رح يقدم تقاريره بنفس الوقت لمديرين، وهي بتتنافى او بتتناقض مع مفهوم وحدانيه القياده والمسؤوليه. تصور واحد شخص يجي اوامر متعارضه من مديرين واوامر متعارضه، اذا لبى الاول بكون عارض ثاني، اذا لبى الثاني بكون عارض اول، اذا هذا بصير في كونفليكت. طبعا هالشكل التنظيمي انا فينا ناخذ حتى الاشخاص بالزام وقتهم 5% 10% 20 30 حسب الحاجه. لهيك الشكل هذا بحسن استخدام الموارد بشكل كثير كبير. يسمح بالمشاركه بمشاريع متعدده للشخص يشارك مشاريع متعدده وبالاضافه للوظيفه تبعيته. اذا لهيك عمل الاشخاص بتشتغل هيك بالمشاريع بهيك بنى رح يصير عندها خبره كبيره. رح يحط لي تكامل كبير بين الخبرات من ناحيه وطلبات المشروع. اذا هالتنظيم هذا عم نحاول نستفاد من ناحيه من مزايا الهيكل المشاريعي ومزايا الهيكل الوظيفي، بقلل من مساوئه. بس في طبعا تحديات يصير فيها. يحتاج اذا لمشاركه موارد نادره مع اكثر من مشروع اكثر من مجال وظيفي، في اوقات بسبب انه الشخص عم يشتغل بعده شغلات مبعوث في تركيز. لهيك إدارة التنظيم هذا نوعا ما هي فيها تحديات كبيرة. هلا شوفوا الشكل هون بيعبر لي عن طريقة التنظيم. إذا نحن عندنا منظمة بالباب الأساسي عندي أنا أقسامها التقليدية، الهندسة، الصناعة، التسويق، الموارد البشرية إلى آخره، وفي عندي واحدة اسمها إدارة المشاريع. عندي المشروع الأول، المشروع الثاني، المشروع الثالث، ويطلعوا إدارة المشاريع. المشروع الأول منين بدي أجيب العاملين تبعاته؟ بدي آخذهم من مختلف الاقسام. اذا رح ياخذ اثنين من قسم الانجينيرنج من دائره الديزاين قسم الانجينيرنج، واحد من دائره الالكترونيات، واحد من الميكانيك، رح ياخذ من التصنيع كمان اثنين، رح ياخذ 50% من يعني نص، لا تقول نص يعني مو شخص نجيبه نص النص، لا بدنا نحن عامل ب 25% 50% من وقته، وتقول اثنين مدر ويكون شخصين، ممكن يكون اربع عمال كل واحد 50% من وقته، وواحد من الكواليتي الى اخره. اذا نحن نشكل فريق عمل بهالنسب، لهيك المرونه الهائله بتشكيل فرق العمل وتنظيمها. لهيك اداره المشاريع هون اداره صارمه بتنسق مع مختلف الادارات الاخرى على خصوص الموارد. اذا هذا تنظيم المصفوفي. هلا بهالتنظيم المصفوفي الحقيقه في عندي عده اشكال. عندي المصفوفة الهيكل المصفوفي الضعيف، هيكل المصفوفي القوي، والهيكل المصفوفي المعتدل. هلا هيكل المصفوفي الضعيف بنسميه الويك ماتريكس، هو خصائصه قريبه من خصائص التنظيم الوظيفي الفانكشنال، بيكون دور مدير المشروع هو اكثر منسق وصلاحياته اكثر بشوي، بس السلطه الاكبر هي لسلطه مدير القسم وليس لمدير المشروع. إذا مدير قسم عنده سلطة مباشرة، بينما مدير مشروع عنده سلطة غير مباشرة وتنسيقية. على عكس الهيكل المصفوفي القوي، هون مدير مشروع بيكون أغلب الأحيان مفرغ كليا للمشروع وسلطات وعنده سلطات أوسع، يعني هو قريب للشكل المشاريعي. خصائصه أقرب للمشاريعي، الأقسام أغلب الأحيان تشتغل كمقاولين لها بالباطن لها المشروع.
سلطة مدير مشروع أعلى بكثير من سلطة مدير وظيفي على المشروع، على العاملين في المشروع. وعندي ثالث شيء الهيكل المصروفي المعتدل أو المتوسط هو بيناتهم. والحقيقة هون يعني مدير مشروع بحط الخطة العامة، مدير وظيفي بيحط كيفية الإنجاز وتأمين الموارد. سلطات متقاربة مع بعض، لهيك في عملية دائما في عملية تفاوض وكونفليكت وتفاوض، ويعني بعض من بعض. وبالتالي في عندي الإدارة صعبة شوي بين المدراء، مدراء الوظائف والأقسام من ناحية، ومدراء المشاريع من ناحية أخرى. طيب خلينا نشوف هلا ميزات الهيكل الوظيفي التنظيمي المصروفي، سواء مصروفي ضعيفة أو قوية أو متوسطة. هلا خلينا ناخذ متوسطة هي اللي بيناتهم. هلا مثل ما قلنا للتنظيم المصروفي مزايا، كل من التنظيم الوظيفي فانكشنال وتنظيم المشاريع البروجكت تايم. هلا اغلب الاحيان ما بيكون الاشخاص المهارات مكررين، ما بتكرار اعمالهم. ثلاثه وقت تنضم الخبرات، يعني فينا نطبق مرونة كفاءة أكبر. فينا ناخذ شخص عم يشتغل مثلا 50% من وقته نقسمه يصير 25% وقت مقطع مشروع، 25% وقت مشروع ثاني. إذا فينا ندير العملية بكفاءة أعلى، فينا نستوعب التغييرات في الاحتياجات من العاملين بسهولة، فينا نحل الصراعات بين احتياجات المشاريع واحتياجات الأقسام من خلال التفاوض يعني وبسهولة. خبرة إدارة المشاريع والإدارة الوظيفية متاحة للمساعدة في المشاريع. الهيكل هذا يسمح بإنجاز المشروع بوقت قصير وبكلفة أقل، إذا في عندي كفاءة في استخدام الموارد. الزمن والموارد الحقيقة هون أفضل كفاءة، أفضل من التنظيمين الوظيفي والمشاريع. في تركيز واضح نوعاً ما على المشروع اللي هيعمل عقد المشاريعي. في قدرة على التكيف مع احتياجات الإدارة والمهارات. في قدرة على التكيف مع تغييرات إدارية ممكن تصير. هالطريقة فعالة وبتعطيني توظيف مرن للموارد البشرية. في فرص لتطوير يعني العاملين وقت عم شغلوا بعدة مشاريع إذا عم يعني يطوروا. وطيب خلص المشروع كثير بسيطة، إنه الشخص بيرجع للوظيفة، يعني بالأساس هو يعني ما ترك الوظيفة بنسبة معينة وعم يشتغل على عدة مشاريع، خلص مشروع وصار عنده أزيلة بنسبة معينة من وقتها بنحطها لك مباشرة، إما نوزعها على الأعمال الثانية أو ممكن أنشئ عمل جديد، مشروع جديد. طبعا كلها هي ميزات، ولكن أكيد في عندي أنا بعض القضايا وبعض المساوئ لها النمط التنظيم. الأهم مع صعوبة التواصل، يعني التواصل هذا والكونفليكت اللي عم يصير يعني، وقوة المدراء سواء مدير وظيفي أو مدير مشروع بتساعد التواصل ضمن العملية، خصوصا أنا مدراء مشاريع التواصل مع مختلف أو مدراء الأقسام، مدراء أقسام مع كل مدراء المشاريع. إذا تشربكت العلاقات التواصل تشربكت. ممكن تصير في عندي صراعات وتنافسات بين مدير مشروع من ناحية مدير الوظيفي، وهي ممكن تسبب مشاكل. في مقاولة للإنهاء، على سبيل المثال شخص من قسم معين تعين بجزء كبير من وقته على مشروع معين، والمشروع هذا بيناسب اكثر بكثير من عمله بالقسم لسبب او لاخر مرتاح فيه، ممكن يقال انهاء المشروع حتى يضل عم يشتغل المشروع ما يرجع على عمله الوظيفي الاساس. عندي علاقات قياده والسلطه معقده، معنى مو بسيطه. وانا حتى نعترف كمان نحن بعمل الاخرين، بعمل يعني ممكن تقييم الشخص يكون من مدير الوظيفي، الشخص 90% عم يشتغل بعده مشاريع، مدير الوظيفي ممكن ما يقدر يقيمه بشكل جيد لانه ما عم يشتغل كثير للقسم، علما انه هو اداؤه متميز في المشاريع. اذا هون في عندي انظمه التعرف على عمل والاعتراف بعمل عاملين ما لها كثير بسيطه معقده. ممكن يصير في عندك يعني اقتتال داخلي او صراعات داخليه يعني بين مدراء المشاريع او بين مدراء الاقسام الوظيفيين، هذا ممكن ياثر على العاملين سلبا ويشعرون بالاحباط. واذا هذا مجهد هالعمل بهالطريقه ونوعا ما بطيئه. اذا هي كلها مساوئ التنظيم المصري.
هلا الشكل هذا بيعبر لي عن السلطه الحقيقه، سلطه مدير مشروع. لاحظوا بحسب التنظيم، اذا نحن عندنا هون التنظيم يعني خلينا نقول عم تراوح بين يعني عندي نوع التنظيم. لاحظوا عندي فانكشنال ريك ماتريكس، بالانس ماتريكس، سترونج ماتريكس، وبروجكت، اذا عندي نوع التنظيم. عندي هون يعني شو سلطه مدير المشروع. عندي هون قديش النسبة المئوية من وقت يعني من الأشخاص، من النسبة المئوية من الأشخاص المكلفين فول تايم على المشروع. عندي هون شو دور المشروع، شو بنسميه نحن مدير المشروع، شو الدور اللي بيلعبه. عندي هون التايتل، شو اللقب من اللقب اياه، والفريق المخصص لإدارة المشروع قديش بيشتغل فول تايم ولا بارت. إذا لاحظوا كيف عم نروح نحن اذا كنا على مستوى مثلا سلطه مدير مشروع عم تتراوح من محدوده او معدومه بالفانكشنال، بتقوى بتصير محدوده بالويب ماتريكس، صغيره بالبانل، معتدله بالسترونج ماتريكس، وكامله وعاليه بالبروجكت فايل. اذا ما كيف عملت الزايد هيك تقريبا كل المعايير عم تزايد هيك. هلا معيار ثاني بالنسبة للأشخاص المكلفين بالمشروع يعني المتضررين للمشروع، الفانكشنال لا بحدا، بالويك من 0 حتى 25%، بالبالانس من 15 ل 60%، بالسترونج من 50 ل 95%، وبالبروجكتايز من 85 ل 100%. دور المدير المشروع بيكون بارت تايم بالفانكشنال والويك ماتريكس، بارت تايم او فول تايم بالبقايا بالبالانس ماتريكس، وبالسترونج ماتريكس والبروجكت تايم بيكون فول تايم. بنسميه بنكون عم نسميه مثلا فاسيليتيتور، مسهل، كوردينيتور، بعدين بصير اسمه كوردينيتور او ليدر، بعدين بصير اسمه كوردينيتور او مانجر، بعدين بصير يعني بروجرام مانجر باخر اثنتين. فريق إدارة المشاريع بيكون بارت تايم بأول ساتر وفول تايم بآخر سنتين. إذا كل هالمعايير كل ما عم ننزل إحنا من فوق لتحت عم نزيد على مستوى مختلف هذه المعايير من انطلاقا من فانكشنال لماتريكس لبروجكت تايم. طيب هلا إذا نحن عندنا يعني منظمة وبدها تراقب مشاريع، أو عندي مشروع ضخم وبدي أنا أحدد شو البنية التنظيمية لإله، فكيف بدي أختار البنية المناسبة؟ هذا أكيد أنا لازم أعطي اعتبارات لشخص شرطين، اعتبارات على مستوى المنظمة واعتبارات على مستوى المشروع. على مستوى المنظمة بدي أشوف إنه المشروع هذا المطروح قديش أهميته للنجاح المنظمة، إذا أهميته محدودة كثير بتروح على فانكشنال. ما هي النسبة المئوية من أعمال المنظمة المتعلقة بالمشروع؟ والله إذا 90% من أعمال المنظمة المتعلقة بالمشروع على مشروع استراتيجي رح نروح على اتجاه بروجكت سايز أورجانيزيشن. مستوى الموارد البشرية والمادية المتاحة للمشروع، إذا حسب هذه الاعتبارات رح أقدر أنا أقرر. اثنين اعتبارات على مستوى المشروع، المشروع حجمه كبير، مدته طويلة ولا قصيرة، أهميته الاستراتيجية مهم جدا ولا ما مهم، الحداثة والحاجة إلى الإبداع والابتكار، الحاجة للتكامل، عدد الأقسام المشاركة فيه، التعقيد البيئي، عدد الواجهات الخارجية مع الأطراف الخارجية، قيود الموازنة والوقت، استقرار متطلبات الموارد. إذا لاحظوا عندي عدد كثير من الاعتبارات اللي لازم أنا أخذها بالاعتبار سواء على مستوى المنظمة أو على مستوى المشروع لحتى أحدد شو نوع البنية التنظيمية. هلا أوقات ممكن تكون بالأساس المنظمة موجودة وعندها تنظيم مشاريع، بيجي مشروع جديد مباشرة. بس اوقات ممكن لا، بالاساس ما انا فكره واجا مشروع، طيب شو المنفعه؟ اذا هون لازم انا اختار المسيك المناسب، اخذ بعين الاعتبار كافه المواصفات والنقاط اللي شفناها، ميزات ومساوئ كل طريقه، وباقي الطريقه الانسب للحاله اللي انت. اذا هيك بنكون حكينا على الموضوع العرضاني اليوم اللي هو البنى التنظيميه للمشاريع، شفنا شو مفهوم البنى التنظيميه، شفنا انواع الهيكل التنظيميه، شفنا هون ثلاثه، الهيكل التنظيمي الوظيفي، الهيكل التنظيمي المشاريعي، الهيكل التنظيمي المصروفي، شفنا ميزات خصائص كل واحد، ميزاته ومساوئه وامثله عنه، وشفنا اخر شيء كيف بدنا نحن نختار الهيكل التنظيمي الصح.
إذا هيك بنكون نهينا هالمحاضرة العرضانية اللي هي البنية التنظيمية للمشاريع. محاضرتنا هي محاضرة رقم 11، محاضرتنا القادمة محاضرة رقم 12 رح تكون كمان موضوع عرضاني ما له علاقة بدور الحياة المشروع، اللي هو حول إدارة المخاطر في المشروع، الـ Project Risk Management. إذا هيك بنكون نهينا محاضرتنا الحادية عشرة، إلى اللقاء بالمحاضرة رقم 12 مع إدارة المخاطر.